نشرة والأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. إيقاف 4 أشخاص متورطين بصفة مباشرة في حادثة حرق السيارة الأمنية بمعتمدي دبير الحفي التي أسفرت عن استشهاد الملازم مجدي الحجلوي. في ثاني أيام العيد درجة الحرارة تفوق المعدلات العادية وبعض العائلات تختار الاستمتاع بجمال البحر ونسيمه العليل. مؤشرات على عودة الثقة في الوحدات السياحية التونسية مع استئناف المجموعات الكبرى لنشاطها. 8 من تونس، أهلا بكم. تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجرجاني بالتنسيق مع وحدات الأمن الوطني بسيدي بوزيد من إيقاف 4 متورطين بصفة مباشرة في حرق السيارة الأمنية بمعتمدية بير الحفي، من جرى عنه استشهاد الملازم مجدي الحجلاوي متأثرا بحروقه وإصابة 3 أمنيين آخرين. هم 4 موقوفين بالإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجرجاني ثبت تورطهم بصفة مباشرة في حرق السيارة الأمنية بمعتمدية بير الحفي، ممن جرى عنه استشهاد الملازم مجدي الحجلاوي متأثرا بحروقه، وفق تأكيد رئيس الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجرجاني عبد القادر بن فرحات، الذي بين أن ضبط الشبهة في 4 موقوفين تم بالتنسيق مع وحدات الأمن الوطني بسيدي بوزيد بعد سلسلة من التحريات الميدانية وحسب اعترافات المتورطين الذين تطابقت أقوالهم. الاعترافات التفصيلية لجميع الأطراف واللي عددهم 4 واللي كانت متناغمة ومتجانسة، معناها كلهم يحكيوا فرد بالرغم الأبحاث نتاعهم كانت فرادة، إضافة لجميع الشهود العيان اللي عاونونا واللي كانوا معناها شاهدوا العملية هذه، كانت جميع تصريحاتهم معناها متوافقة. وأكد رئيس الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالجرجاني أن ثبوت تورط 4 موقوفين تم أيضا بعد رفع جملة من الأدلة من مكان الجريمة أحيلت إلى المخابر الجنائية والعلمية بإدارة الشرطة الفنية. الطرف الذي تعمد إلقاء الزجاج الحارقة كان مرفوق بشاب ثاني من ذوي السوق العدلي أصيل جهة بير الحفي، واللي خلال اللحظة اللي تم فيها إلقاء الزجاج الحارقة هو مشى يقضي في حاجة بشرية وخلى البريكية اللي تم اعتمادها في إشعال قورير المولوتوف وقضى حاجة بشرية تم رفعها وتم معناها إحالتها إلى الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بدار الشرطة الفنية، والتي معناها بخلاف أنه تصريحات أيضا معينة مسرح الجريمة يتوافق تماما مع معناها ما تم رفعه من عينات. وأكد بن فرحات أن إلقاء قوارير المولوتوف تم من خلال سطح بناية، حيث تعمد الطرف الأول إشعال القوارير وعمد الثاني إلى رميها على السيارة الأمنية بعد تزودهما بالبنزين من الطرفين الآخرين المشاركين في الجريمة. في موضوع آخر الآن، تعرف تونس هذه الأيام موجة حرارة مرتفعة فاقت المعدلات العادية، حرارة قد تمثل خطرا على صحة المواطن في صورة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة. شوارع خالية من مرتديها، طرقات هجرتها السيارات، أهل المدينة لم يغادروها لكنهم في منازلهم محتمين من حرارة الطقس ونفحات الشهيلي، ومن أجبرتهم الظروف على الخروج فقد كانوا يبحثون عن شجرة أو ظل جدار أو تأبط قارورة مياه علها تحد قليلا من جحيم الرمضة. السخان هذه استنسنا بها كل عيد، معناتها هكا نحن معناتها مع الصغار ونبداو فرحانين وفرحوا في الصغار والكبار ومنا نخدموا هكا والحمد لله لاباس. أنا برشا صاحبي ولا غالب شنو نخدموا على صغارنا فهمني ولا؟ أي خير على الأقل، كنت بها من الداخل سخن وغاديك من السخان ولا عاد خرجت منها. وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي فإن موجة الحر متأتية من رياح جنوبية صحراوية، ومن المنتظر أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية. الاثنين ريح جنوبية بأغلب جهات البلاد، ودرجة حرارة قصوى نتوقعها تكون عامة بين 38-42 درجة مع ظهور الشهيلي محليا بأغلب جهات البلاد. اليوم درجة الحرارة القصوى تكون خاصة بمناطق الشمال الغربي، محليا بمناطق الوسط ومناطق الجنوب. تونس الكبرى اليوم نتوقع 40 درجة كدرجة حرارة قصوى، بأغلب الجهات تجاوز 40 درجة، ودرجة الحرارة هذه أكثر من المعدلات العادية بكثير. حرارة الطقس المرتفع والتعرض المباشر لأشعة الشمس يمكن أن يتسبب في مضاعفات صحية
لذلك يؤكد الأطباء على ضرورة اتباع النصائح الطبية التي من شأنها تخفيف وطأة موجة الحرارة وتجاوزها دون متاعب صحية. لازمنا نحاولوا لو ماكسيموم نحمي رواحنا من التعرض للشمس. شو معناتها؟ معناتها لو ماكسيموم كان نجموا ما نخرجوش في الشمس نحاولوا نخرجوا العشية، وكان اضطرينا أن نخرجوا في الشمس الواحد ماذا بيه يلبس مظلة على راسه يحاول يقي روحه لو ماكسيموم من الشمس. هذه أول حاجة. ثاني حاجة نشربوا برشا ماء، دونك هو العادي نشربوا على الأقل إترتين ماء في النهار. في السخانة وكي تبدأ درجات الحرارة مرتفعة ياسر يلزمنا نشربوا أكثر، واللي باش يخرج ويمشي في النهار ويتحرك يلزمو ديما فوقه دبوزة ماء. موجة الحرارة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي ستعرف انفراجا في المعدلات المرتفعة ابتداء من يوم الخميس المقبل. ووسط ارتفاع درجات الحرارة شهد اليوم الثاني لعيد الفطر ارتياد عدد كبير من التونسيين للبحر كوجهة محبذة للأطفال أولا، وأيضا لغياب دور الترفيه التي لا تزال أبواب بعضها مغلقة بحلول إجازة عيد الفطر. بين من تلاحف رمال البحر ومن اختار لعب كرة القدم أو المشي على الشاطئ أو تشييد قصر من حبات الرمال، أقبلت أعداد كبيرة من التونسيين على ارتياد البحر في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، مستغلين عطلته مبتعدين عن وطأة شمس حارقة وطقس حار للانتعاش بنسمات هواء بحري. والله ياك تشوف خويا عبارة سامحني خلنا نعمل غطسة، والعبيد الكل تونس الكل جات لهنا. حورات الكل هك مشينا حتى حلق الويل كلها هك هكا وعيد، وواحد ما عنده كل البلايص الكل مسكره معناها باش يجي للبحر. سخانه خويا على الاخر، سخانه خويا ياسر، نتاع بحر نتاع تبحيره معبي على الاخر ياسر، معبي اليوم صرتو بريود عيد في بينا ما فماش برشا عباد خويا تبارك الله معبي برشا. سيرو مش تمشي الناس تفرهد باش يخسر لك 50,000 في مانيا يجيك لهوني ب 20,000 ولا هذاك الزوالي باب الغالي. مش على السخانة ولا على بيان على السخانة سي نورمال، ومش مشي وزن في السخانة اكزامبل، اما خير بحر ولا مانيش. درجات الحرارة لم تمنع للمتقدمين ولا صغار السن من ارتياد البحر، وحتى من لا يعرف السباحة اختار أن يبلل أقدامه بمياه باردة تقلل ولو نسبيا من حرارة طقس وصلت درجاتها إلى 42 درجة مئوية. لا ودي ما نجمش شوي كيف قالك ها ولدي هذا يكركر في باش نعوم نسيخ وباش نلعب. بالطقس هو اللي خرج للصغار صراحه، طقس سخون هذيك عليه الناس كل الطبيعه ما دام تاخذ بالدار في صغير ما يفد من الدار، لا فما لا المنتزه لا البلفيديه لا دحدح، البحر هو اللي يفضها. في المقابل رصدت عدستنا عملية إنقاذ من الغرق لطفلين بتدخل عدد من يجيدون السباحة، بما يستوجب تكثيف مراقبة الأولياء لأطفالهم والانتباه إلى علامات الخطر المركزة بالشواطئ وتفادي السباحة في التيارات المائية الجارفة. وفي جوهرة الساحل سوسة اختارت بعض العائلات التونسية أن تقضي ثاني أيام العيد على متن البواخر السياحية للاستمتاع بجمال البحر ونسيمه العليل. هكذا اختار بعض الأصدقاء والعائلات قضاء ساعة أو ساعتين بسفينة سياحية ثاني أيام العيد. هم اختاروا الاستمتاع بأجواء رحلة بحرية للترفيه عن النفس والتمتع بجمال البحر ونسيمه العليل بعيداً عن ضوضاء المدينة. جيت ثاني أيام العيد أنا والعائلة، إن شاء الله باش نعملوا هكا أمبالات في الباتو في القنداوي ونتفردوا شوية بعد تعب رمضان الامتحانات، وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير. اليوم خيرتني نعمل رحلة بحرية، سرونا إحنا شنقعد ونحوسوا وندوروا وفرحانين. عملنا جو شطحنا الفوق ضحكنا تفرهدنا وكل شيء. شنو الستريس نتاع الدار ونتاع الضغط نتاع الدار وش حاجات. باش يتمتعوا بالبحر ويعوموا. مع صحابي ولقيت أكثر جو. كيما مثلا باش تمشي للمانيج تنجم تجي لهنا تتفرهد. ولئن اختلفت أسعار النزهة البحرية وبرنامجها فإن الهدف واحد والإقبال عليها متزايداً من التونسيين. في العادة نخرجوا حتى 4 خرجات و5 خرجات. يتفحبوا يتفرهدوا يعوموا في البحر. فهمني يحب يأكل في البحر، خاطر البحر كي يبدأ يأكل يتفرهد هو نفسانياً، ويحب الانيماسيون. أنا نعمل انيماسيون للتنشيط فاكير شو، فهمني استعراض وموسيقى وانيماسيون. الرحلة بيه والبحر بيه.
هكذا بدا المشهد داخل البحر بسوسة، سفن ومراكب هنا وهناك، استرخاء، سباحة، رقص وغوص في بحر الذكريات. وخارج أرض الوطن تحتفل العائلة التونسية بعيد الفطر المبارك متمسكة ببعض العادات ومشجعة الأبناء على المحافظة على صلة الرحم واللمة العائلية. على هذه الطاولة المزينة بما لذ وطاب من الأطباق الشهية اجتمعت هذه العائلة التونسية برفقة بعض الأصدقاء من الجزائر والمغرب للاحتفال بعيد الفطر المبارك والاستمتاع بكل تفاصيل هذا اليوم المميز. نهار العيد في الصباح نمشيو معناها نعملوا الصلاة متاع العيد ونتلموا مع جيران وصحاب وعائلية نعملوا فطور مع بعضنا، نشاركوا مع بعض وكل واحد يجيب الطبق تاع بلاده باش نتلموا ونفرحوا ولادنا تاني يتعلموا التقاليد نتاعنا. أفراد هذه العائلة ولدوا وكبروا في فرنسا لكنهم حافظوا على العادات التي ترسخت فيهم منذ نعومة أظافرهم، وها هم اليوم يحاولون نقل هذه العادات إلى أطفالهم وحثهم على أهمية اللمة العائلية، فنراهم يقومون بتحضير المشاوي وبإعداد الأطباق التقليدية التونسية كالكسكس بلحم الخروف والبيض والزبيب، ولا ننسى الحلويات حتى تترسخ هذه العادات لدى الأطفال. صباح بكري مشوا لصالة العيد ونلبسوا اللبسة متاعنا ونوريهم كيفاش العيد اللمة العائلية، ندوروا على العيال على أخواتنا الكل نسلموا عليهم ونعيدوا عليهم وناخذوا وياخذوا عيدهم، نوريهم لا ترانسميسيون لا ترانسميسيون متاع متاع الكولتور متاعنا ومتاع الغسيل متاعنا. أنا شريت الحوايج معناها pour les enfants jobba ou chrina lhom chichia ou باش يمشيو للصلاه العيد. عيد مبروك. الاحتفاء بالعيد وسط الاهل والاصحاب من شانه ان يكون بلسما يخفف عن الجاليات العربيه في المهجر من وطأة البعد عن الوطن، وتتجلى مظاهره من خلال اللقاءات العائليه والسهرات الاحتفاليه. في هذه القاعة بضواحي باريس بادرت بعض الجمعيات التونسية بإحياء حفل فني بمناسبة عيد الفطر المبارك تخللته فقرات للأجواء الغنائية التونسية وحضره عدد كبير من أفراد الجالية. سيرين العماري للتلفزة الوطنية التونسية باريس. في موضوع آخر الآن، إثر خروج ثلاث عربات للقطار الرابط بين تونس وغار الدماء عن السكة على مستوى النقطة الكيلومترية 53 بين مجاز الباب وبرج التومي، أفادت وزارة الصحة في بلاغها أنها تولت تسخير السيارات الاستعجالي لنقل الجرحى وإحالتهم إلى كل من مستشفيات مجاز الباب وتبربة والقصاب، وأضافت أنه تم وفق حصيلة أولية تسجيل إصابة 20 مسافرا بجروح طفيفة غدروا جميعهم، ووقع تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية للإحاطة بهم في أحسن الظروف. استأنفت مجموعة من الوحدات السياحية التي تحمل علامات سياحية كبرى في العالم بالمنطقة السياحية جربة جرجيس، استأنفت نشاطها بدخول الموسم السياحي الجديد، وهو بطبيعة الحال مؤشر جيد على عودة ثقة بالوحدات السياحية التونسية. في المنطقة السياحية جربة جرجيس ومع انطلاق الموسم السياحي الجديد، عادت إلى النشاط مجموعة من الوحدات السياحية ولا سيما منها التي تحمل علامات سياحية كبرى في العالم في مؤشر لعودة الثقة للوجهة السياحية التونسية. سعيد لإعادة فتح القرية السياحية مع عودة العديد من السياح الفرنسيين إلى جزيرة جربة. هنا نشعر بالأمن إلى جانب جمال المكان وحرارة الطقس. لهذه الأسباب قررنا العودة من جديد وفتح أبواب القرية السياحية في هذه الفترة بالذات. أعود إلى تونس نظرا لجمال المكان وحسن الاستقبال، وأتمنى العودة السنة القادمة مع بداية الصيف. أقضي عطلتي وعائلتي في تونس منذ سنوات، ويسعدني أن الأمور تعود هنا إلى طبيعتها، إذ تستعيد نزول نسق عملها وتمتلئ الشوارع بالمصطفين. نحن لا نشعر بأي قلق أثناء وجودنا بينكم، بل نستشعر الأمن في كل مرة نزور فيها تونس ونتجول في أسواقها. إن شاء الله نعمل موسم سياحي كبير ونحقق نتائج مقبولة.
استئناف هذه الوحدات السياحية لنشاطها يأتي في سياق جهد مشترك بذل بين مختلف الأطراف تبقى حلقته المفقودة برأي المهنيين ضعف عدد الرحلات المبرمجة إلى مطار جربة جرجيس الدولية. النقل سيرتو النقل الجوي يلزم يضعف توا دونك في شهر جويلية ثم زيادة في النقل الجوي إن شاء الله نطمحوا لفتح المجال الجوي الأوبن سكاي اللي هو طموح كل أصحاب النزول المهنيين. في المنطقة السياحية جربة جرجيس استقرار أمني ومنتوج سياحي متعدد يظل تجسيد ما يعرف بالسماء المفتوحة الهدف المنشود للمهنيين والسياح أنفسهم للتوافد إلى هذه المنطقة دون أي إشكالات. أكدت الشركة التونسية للملاحة أنها تعمل على تأمين عودة التونسيين بالخارج بعد إلغاء رحلة أمس من ميناء حلق الوادي نحو جنوة على متن سفينة قرطاج لأسباب تنظيمية أدت إلى خلاف بين ربان السفينة وأعوان الفندقة، وتأخر انطلاق الباخرة تانيت نحو مرسيليا. وقد أمنت الشركة انضمام مسافري رحلة جنوة إلى مسافرين على متن تانيت، كما دعت الشركة جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية معبرة عن أسفها للأحداث التي من شأنها أن تمس من سمعة الشركة ومكانتها في القطاع في قطاع النقل البحري على المستويين الدولي والمتوسط. وصلت الأطراف النقابية والطرف الإداري اليوم على حل هذا الإشكال. إن شاء الله غدوة ثم جلسة موسعة تضم كافة الأطراف، وإن شاء الله إحنا نعولوا على الحوار ونعولوا أكثر حاجة نعول عليها هي وعي أولاد الشركة. بالنسبة لرحلة كارتاج البارح الحقيقة ألغيناها، قلنا اللي ما ثمش نمبر كبير برشا، بيتناهم أبار بريتناهم على متن الباخرة. وبالنسبة للرحلة جنوة تونس قمنا بالتنسيق مع شركة بحرية باش تأمن الرحلة ذيك، والحمد لله جاءوا طلعوا ديجا اليوم كلهم وما ثمش حتى إشكال. بالنسبة للباخرة طانيت سيفري خرج بتأخير صغير، إن شاء الله باش تكون الوصول يكون إلى ميناء مرسيليا غدوة في التوقيت المحدد لها. بالنسبة للرحلات المبرمجة كلها نأكدوا لحرفائنا أن الشركة التونسية للملاحة باش تأمن رحلاتها كما العادة وأحسن من العادة. في أخبارنا الدولية، أهل العيد في مخيمات اللاجئين طعم خاص في مخيم العودة بلبنان، يحاول قاطنو المكان الاحتفال بالعيد في ثاني أيامه. ولأن استطاع الأطفال أن يحاكوا أجواء العيد في أماكن أخرى، فإن أباهم وأمهاتهم يملون في عودة قريبة إلى سوريا. مخيم العودة بلبنان واحد من المخيمات على الحدود السورية اللبنانية، يحاول الأطفال الذين أجبرت الظروف عائلاتهم على اللجوء إليه أن يصنعوا فرحة العيد على طريقتهم حتى وإن كانوا بعيدا عن أوطانهم. منهم من اختار المفرقعات للاستمتاع بدوي أصواتها، ومنهم من حمل البندقية في استحضار مشهد اعتاد رؤيته في سوريا منذ بداية الحرب، ومنهم من لها واستمتع بشراء لعب يحاول عارضوها محاكاة العيد في أماكن آمنة. لكن في غمرة فرحة صنعتها براءة الأطفال، لا يستطيع اللاجئون الذين أجبرتهم الحرب على الهروب أن يستمتعوا بالعيد كما عهدوه، فكل أمانيهم تختزلها العودة إلى سوريا. عيدين عيد هون رسمي، بس نتمنى أنه نرجع على بلدنا بيكون أفضل، والواحد غير بلده وبيته ما بيعيد مزبوط. صحيح معيدين، بس القلب من جوا مش هالقد زيادة. أتمنى العيد هذا إن شاء الله يمر على خير وسلامة علينا، والعيد إن شاء الله جاي أهلنا كل هاي اللاجئين السوريين يرجعون على سوريا، بس هذا أتمنى. شيرين قباني ناشطة في المجتمع المدني اللبناني تحاول من خلال تقديم بعض الملابس إلى مستحقيها من اللاجئين تخفيف وطأة الاحتياج والحرمان. باخذ ثياب المستعملة بنظفها بغسلها وبرجعها جديدة وبوزعها للناس اللي بحاجة عوز شديد للملابس ليلبسوها ينبسطوا فيهم بالعيد ومش بالعيد. حلم العودة إلى الأراضي السورية يظل يراودهم في انتظار فرج يأملون أن يعيدهم إلى ديارهم وذكرياتهم ووطن يحتويهم ويمحي من ذاكرتهم فصول المخيم الذي فر إليه حوالي 1 مليون لاجئ من أصل 2 مليون حسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
قال قائد عسكري عراقي للمعركة لاستعادة السيطرة الكاملة على مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي ستنتهي خلال أيام وأن محاولة المقاومة فشلت. هي المرحلة النهائية من المعركة التي تشنها القوات العراقية لتحرير الموصل من براثين تنظيم داعش الإرهابي الذي يبدو أنه بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة. فحسب تصريحات قائد عسكري عراقي فإن المعركة لاستعادة السيطرة الكاملة على الموصل ستنتهي خلال أيام قليلة ولم يبقى إلا شيء قليل من المدينة وتحديدا المدينة القادمة. وأضاف قائد جهاز مكافحة الإرهاب في الموصل أنه من حيث التقييم العسكري فإن داعش انتهى وفقد توازنه وروح القتال، مشيرا إلى أن محاولة التنظيم الإرهابي في وقت متأخر أمس الأحد العودة إلى الأحياء خارج المدينة القادمة قد فشلت. ومع تقدمها في المعركة تمكنت القوات العراقية من صد هجوم مضاد شنه التنظيم الإرهابي في المدينة القديمة. وكان الجيش العراقي أعلن اليوم أيضا تحرير منطقة الفاروق الأولى في الجزء الشمالي الغربي من المدينة. هذا ويقدر الجيش العراقي عدد مسلحي داعش الإرهابية المحاصرين في المدينة القديمة بنحو 350 مسلحا يتحصنون وسط المدنيين في منازل متداعية. ويلجأ التنظيم الإرهابي بشكل مكثف إلى الكمائن والانتحاريين ونيران القناصة لإبطاء تقدم القوات العراقية. وبينما تتواصل الاشتباكات في الموصل يتأزم الوضع الإنساني في المدينة، فوفقا للنازحين ما يزال أكثر من 50,000 مدنية أي نحو نصف سكان المدينة القديمة محاصرين خلف خطوط التنظيم الإرهابي في ظل نقص الغذاء والماء والأدوية. في كاليفورنيا وسيبيريا وجنوب إسبانيا انتشرت الحرائق ما أدى إلى إرسال طواقم متكونة أساسا من رجال المطافي والمظليين لإخماد الحرائق والحد من انتشارها. عجز المواطن الأمريكي سكوت سناو عن الحديث فألسنة اللهب كانت تحيط به من كل جانب لولا العوامل الطبيعية التي ساهمت في عدم انتشارها حسب رأيه، إضافة إلى حنكة رجال المطاف الذين تمكنوا من إخماد جزء كبير منها في كاليفورنيا. فقد عمل رجال المطاف على إجلاء أكثر من 1500 شخص من مساكنهم في ظل انتشار الحرائق على مساحة 174 كيلومترا مربع. وسارعت السلطات هناك إلى إغلاق عدة طرق وإجبار الناس على ترك منازلهم. ما حدث هنا يعتبر معجزة، فما قام به رجال المطاف هو بمثابة الامتياز الكبير، فهم أنقذوا مساحات شاسعة من ألسنة اللهب أكثر من تلك التي احترقت. حرائق في كاليفورنيا وأخرى في سيبيريا، فقد دمرت الحرائق المنتشرة هناك 52 هكتارا، ما حث السلطات الروسية على إرسال فرق إغاثة ومتطوعين ومظليين للعمل على إطفائها في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر شديدة تجاوزت الدرجة العادية. وفي جنوب إسبانيا عمل 400 من رجال الإطفاء على إخماد حريق في غابة قرب محمية دونيانا للحياة البرية، ما أجبر السلطات المختصة على إجلاء 2000 شخص ونقل حيوانات مهددة بالانقراض إلى أماكن أخرى. في أخبارنا الرياضية، التحقت ألمانيا وتشيلي بمنتخبي البرتغال والمكسيك في التأهل للدور نصف النهائي من مسابقة كأس القارات في كرة القدم المقامة منافستها في روسيا. وفية لتقاليدها نجحت ألمانيا بمنتخبها الثاني في بلوغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس القارات في كرة القدم أثر تغلبها على منتخب الكاميرون بثلاثة أهداف لهدف. الماكينة الألمانية انتظرت حتى الدقيقة 48 للدوران عندما نجح كريم ديميرباي في افتتاح التسجيل بتصويبة رائعة لم ينجح في صدها حارس مرمى الكاميرون. وتابعت إثر ذلك ألمانيا أفضليتها تمكن تيم ورنار من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 66. محاولات منتخب الكاميرون لتقليص الفارق أثمرت تسجيل هدف عبر فانسون أبو بكر في الدقيقة 69. وفي دقائق اللقاء الأخيرة استفاد المنتخب الألماني من نقص الكاميرون العددي بعد إقصاء مايوكا ونجح في إضافة هدف ثالث بواسطة ورنار في الدقيقة 81. وستلاقي ألمانيا في الدور نصف النهائي منتخب المكسيك، فيما تباري البرتغال منتخب تشيلي المتعادل بهدف لهدف مع أستراليا. وكان جيمس رواسي منح السبق لأستراليا بافتتاح التسجيل في الدقيقة 42 قبل أن يتوفق مارتن رودريغيز في تحقيق هدف التعادل للشيلي في الدقيقة 68.
وفي موضوع محلي نتحدث الآن عن خريج جامعي مختص في علم الاجتماع التربية عائلة اتصال، أطلق منذ 3 سنوات تجربة متميزة باتصاله المباشر بالأطفال في الأحياء والشوارع وداخل عائلتهم، تجربة تحولت من مجرد حلم بتغيير أفق هؤلاء الأطفال إلى ناد رياضي حصد أكثر من 80 ميدالية جهوية ووطنية. هم شبان وأطفال مختلفي الفئات والأحياء بمنطقة الزهرة بالضاحية الجنوبية للعاصمة، وجدوا في مبادرة الشاب من الزدير الذي باع ثنوات لفريق في رياضة الكيك بوكسينج إطارا ملائما لاكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم. فريق مكون من أكثر من 120 عنصرا تحدى أغلبهم ظروفا صعبة ومسافات متفاوتة. الجروب هذا متكون من 120 لاعب، وصلنا عملوا ريزولتا اللي هي 82 ميدالية متفرقة بين جهوية ووطنية، بخلاف هذا عندنا منهم 10 إكيب ناسيونال. تواضع الإمكانيات المالية للنادي وعدم تمتع المدرب بأية منحة لم يكن عائقا أمامه لمواصلة مجهوده في تكوين وتأطير الأطفال لتتحول المبادرة من مجرد فكرة إلى رسالة يعيش لأجلها. حاولت ندخل معهم للمدارس متاعهم ونعاونهم ونرجعهم حتى يقرأوا باش ما ينحرفوش، وحتى اللي بطل من القراية واحد دخلناها عمل فورماسيون. فكرة بعث نادي رياضي بدأت بمساعدة عدد من أطفال الأحياء الشعبية بالمنطقة، فكرة فتحت لها دار الشباب بالزهرة أبوابها. يد واحدة راهي ما تصفقش، يلزم صوت الإشراف هي اللي تاخو على أعتقد على الأقل نسبة باش تعاون بها باش تنجم يوصلوا بكش النشأة ذي تنشل من عالم إلى عالم أحسن. أنا ما كنتش مغروم من صغير، كنت برا في العطلة في الشارع. عرضني الانترونور أمين مسيو أمين خلي أجي، أنا كنت وقتها كنت نعمل في العرك واحد، وهو غرمني به وليت نجي نترينا لين وصلت واني طلعت وليت إكيب ناسيونال واني نترينا وهز مرتين بطولة تونس في الكيك والطار. بدلت باش بعنا الجونيت بروتيجيت كل شيء نعطيه شورتويت اللي ما عندوش نعطيه. هزيت 11 مرة بطولة تونس و يوم تهتنيت في رادس تهتنيت 6 سنين بعد جيت عند مسيو أمين. هنا غير بعيد عن الملعب الأولمبي برادس يواصل أمين جولته في الحي الشعبي الذي يفتقد لأبسط الإمكانيات التنشيطية والرياضية لإقناع مزيد من الشبان والأطفال وسط عائلتهم يحملهم معه لرسم طريق أكثر إشراقا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: إيقاف 4 أشخاص المتورطين بصفة مباشرة في حادثة حرق السيارات الأمنية بمعتمد دبير الحفية التي أسفرت عن استشهاد الملازم مجدي الحجلوي. في ثاني أيام العيد درجات الحرارة تفوق المعدلات العادية، وبعض العائلة تختار الاستمتاع بجمال البحر ونسيمه العلي. مؤشرة على عودة الثقة في الوحدة السياحية التونسية مع استئناف المجموعات الكبرى لنشاطها. وبطبيعة الحال بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تيفي. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.